زيونة وسالم في الفجيرة. عرفت قديماً باسم أرض عمالقة البحار، وكانت الموطن الأول لقبائل الشرقيين الذين اشتهروا بالشجاعة. هي الإمارة الوحيدة التي لا تطل على الخليج العربي، وتتكون من السلاسل الجبلية والهضاب والسهول وبعض المناطق الصحراوية. أهم مدنها دبا ومربح وقدفع والبدية ومسافي والسيجي. ويعتبر ميناء الفجيرة أحد أهم موانئ شحن الماشية في العالم، ولعب موقعها الاستراتيجي دوراً رئيسياً في تطورها وجعلها أحد أهم موانئ تزويد الوقود. كانت الفجيرة منعزلة عن بقية مناطق الدولة لفترة طويلة من الزمن بسبب سلسلة جبال الحجر التي تقسم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قسمين، ابتداءً من رأس الخيمة ووصولاً إلى مدينة العين، وبسبب فترة ما قبل الاتحاد. وفي عام 2011 افتتح شارع الشيخ خليفة السريع الذي يربط الفجيرة بدبي، ويقصر الوقت الزمني للوصول لها من 90 دقيقة إلى 30 دقيقة. يقوم اقتصاد الإمارة على الثروة السمكية والزراعة، وتعتمد الزراعة في الفجيرة على مياه الأمطار التي تنحدر من قمم جبال حجر، وتعد أراضي الإمارة من أفضل الأراضي الزراعية في المنطقة. تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة اقتصادية بارزة، حيث تعد المنفذ الوحيد إلى المحيط الهندي في دولة الإمارات، وقد خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشهد حالياً تحولاً واسع النطاق يهدف إلى جعل الإمارة قبلة عالمية ذات اقتصاد تنافسي عالمي. تشتهر الفجيرة أيضاً بصناعات المحاجر وكسارات الحجارة الخاصة بمواد البناء، والتي لاقت طلباً كبيراً لسد احتياجات الإنشاءات والبناء في إمارتي أبوظبي ودبي. ونظراً لموقعها الشرقي ومناخها المعتدل وطبيعتها المتنوعة مقارنة ببقية الإمارات، ساعد ذلك على جعلها وجهة سياحية للاسترخاء والاستجمام. ساهمت طبيعتها البحرية في شيوع الرياضات البحرية كالسباحة وسباقات القوارب. تزخر الإمارة أيضاً بالعديد من المعالم الأثرية يعود تاريخ بعضها إلى نحو 5 قرون، وتعد قلعة الفجيرة من أهم وأكبر قلاع الإمارة التي تقع على ارتفاع 20 متراً عن سطح البحر. تمتاز إمارة الفجيرة بوجود العديد من العيون للمياه المعدنية والكبريتية التي يسعى إليها الناس من مختلف مناطق الفجيرة لغرض الاستشفاء من بعض الأمراض الجلدية وأمراض المفاصل، وعين مضب واحدة من هذه العيون التي يرتادها الزوار للاستشفاء من تلك الأمراض. وتشتهر العين بتركيبة مياهها المعدنية والكبريتية، إضافة لوادي الوريعة عين الغمور. النهاية.